ينضم إلينا عبر سكايب من كييف الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. دكتور أبو الرب، بداية، رئيسة وزراء إستونيا تقول اليوم إن الحفاظ على وحدة الحلفاء الغربيين بشأن الأزمة الأوكرانية يزداد صعوبة، ما ردك؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد هناك الآن الجانب الروسي والجانب الأوكراني وكل من يدعم الطرفين الآن في حيرة. لماذا؟ لأن وتيرة الصراع تشتد وتمتد وتستنزف الكثير من المقدرات، ناهيكم عن استنزافها لقيم السلام أو للضحايا المدنيين، لكن على الواقع العسكري واضح أن هناك يعني مؤشرات أن الحرب ستمتد، وباعتقادي قبل الربيع حاول كل طرف أن يحسم بأسرع وقت، ولذلك استخدم كميات كبيرة واستنزف كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، سواء كانت روسيا التي استعانت في بعض ما قاله بعض الخبراء ومن رصد تحركات الدعم العسكري من بيلاروسيا ومن كوريا الشمالية وأيضا إيران، وكان هناك شبهات على الصين ولكن لم يعني يتم تأكيدها. أما على الجانب الأوكراني واضح أن الناتو بتصريحاته منذ أكثر من شهرين أنه يعني قرر أن يضاعف إنتاج جميع المصانع خاصة التي تنتج الذخائر، وأيضا تزويد أوكرانيا في كل ما لدى الاتحاد الأوروبي تقريبا من الأسلحة الروسية أو الذخائر التي تستخدم ضمن هذه الأسلحة لتغطية النقص الكبير في هذه الذخائر. طيب، هذا على الرغم من المساعدات العسكرية المستمرة لكييف. اليوم هناك حزمة جديدة بحوالي 400 مليون دولار، إذن لا تأثير لهذه الأسلحة وهذا المدد العسكري المستمر على الأوضاع في الأرض لصالح أوكرانيا؟ لا، تأثير كبير ولكن ليس إلى أن يساعد أوكرانيا على حسم الأمور عسكريا فقط. هي استطاعت أن تنجح نجاحا كبيرا جدا في تأخير جيش ثاني أقوى بلد في العالم واستنزافه وإيقاع خسائر كبيرة فيه في الأرواح والمعدات. وللعلم أوكرانيا يوميا يعني تنشر مقاطع فيديو ليس فقط صور تؤكد المناطق التي يتم استهدافها في العمق الأوكراني في الأراضي المحتلة والخسائر التي تقع في الأرواح أو في المعدات في الجانب الروسي. أستاذ عماد، يعني هذا الكلام ليس متوافقا مع ما يحدث على الأرض. يعني هناك فيديو نشر اليوم لجنود أوكران اعتقلتهم أو أسرتهم مجموعة فاغنر يطالبون بالعودة إلى بلادهم، لأن يعني كل منطقة باخموت باتت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة الروسية عليها، وأيضا نيكولايف تدخل على الخط أيضا ضمن المناطق التي ربما تسيطر روسيا عليها، فبالتالي هناك تقدم إن كان بطيئا ولكنه مستمر للقوات الروسية. للأسف بداية روسيا تسعى للسيطرة على كامل شواطئ البحر الأسود بما فيها مدينة نيكولايف وأوديسا، وهذا تم التصريح فيه عدة مرات. أما بالعودة إلى الإشارة إلى مسألة أسر بعض الجنود، الأسر مشترك، أوكرانيا كانت تأسر جنود روس وروسيا تأسر، وهذه طبيعة الحرب، ولذلك ملف تبادل الأسرى يعني لم يتوقف، هناك تباطؤ فيه ولكنه مستمر. وأمس كنا في اجتماع مع مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان السيد ديمتري لوبينس، وكان التأكيد على أن أوكرانيا ربما تشهد مزيد من تبادل الأسرى. لكن بالنسبة للمواجهات حقيقة على الخط الساخن والجبهة الساخنة، أقول أن مثل مدينة باخمت مثلا وضواحيها والقرى التابعة لها هي ليست مدينة استراتيجية ولكنها مدينة هامة، لأنها لديها مساحة تؤثر على فتح وتسهيل تقدم القوات الروسية أو قوات فاغنر إلى بقية المدن التابعة لمنطقة الدنباز والتي تريد روسيا بأي شكل حسمها. أنا باعتقادي يعني المشهد الحالي ربما عند أحسن الاحتمالات روسيا ربما تريد حسم مسألة السيطرة على الأقاليم الأربعة التي تم ضمها، وهنا ستفتح آفاق أكبر لطرح دعوة للمفاوضات. إن لم تجد قبول ربما للأسف تمضي أكثر في تهديد المدن التي ذكرتها. هي تمضي في الطريقين دكتور عماد، يعني روسيا تمضي في الطريقين التقدم على الأرض والذهاب إلى المفاوضات أو الدعوة إلى مفاوضات، لكن الآن باخموت صارت قريبة من السقوط وقائد القوات الأوكرانية هناك دعا لانسحاب قواته، فبالتالي بغض النظر عن استراتيجية هذا المكان أو عدم استراتيجيته في النهاية هناك تقدم.
هناك تقدم، ولكن يعني في الموازين باعتقادي السياسية، العسكرية تترك للخبراء، لكن السياسية يعني الكل يعني يكبر في هذا الجيش الوطني الأوكراني الذي يستطيع أن يصمد ولا يفر ويدافع رغم الخسائر في الأرواح والمعدات، وأيضا يوقع خسائر كبيرة في الجانب الروسي. أوكرانيا تراهن على أن تكتيكها في مدينة باخموت ليس الحفاظ على كيلومتر أو ألف أو أقل أو أكثر، هي تراهن على القدرة على تأخير القوات الروسية في السيطرة أو التقدم قدر المستطاع لحين استكمال حصولها على الأسلحة النوعية التي تستطيع أن تضرب في العمق، بمعنى الخطوط الخلفية للقوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، والتي ستضرب بالتأكيد مخازن الذخيرة وتضرب القيادات العسكرية والقواعد الأساسية التي تنطلق منها الهجمات بالمسيرات وبالصواريخ، وبالتالي حتى السفن في البحر ستكون مهددة، السفن الروسية التي في الشواطئ الأوكرانية وتهدد، ويوميا تقريبا تنطلق منها صواريخ والطيارات المسيرة إلى العمق الأوكراني، ستكون في الأيام القادمة تحت وابل النيران الأوكرانية. فقط المسألة مسألة وقت، لأن أوكرانيا كل حلفائها سواء من زارها وكان بما فيهم الرئيس الأمريكي ورؤساء وزراء عدة دول أوروبية، تقريبا أغلب رؤساء وزراء الدول، ناهيكم عن وزراء الدفاع الذين زاروا أوكرانيا، يوما بعد يوم يؤكد المضي في استمرارهم بالدعم، وداخل الاتحاد الأوروبي والناتو يوما بعد يوم تصريحات جديدة بضرورة تصنيع مزيد من الذخائر وتزويد أوكرانيا بجزء منها وتعويض المخازن للأمن القومي للاتحاد الأوروبي بهذه الذخائر. إذن المشهد للأسف مشهد لازال تصعيدي، وعلى الميدان نوعا ما هذا الشهر ربما نشهد انسحاب أوكراني من باخموت وربما مناطق أكثر نوعا ما، ولكن هذا الأمر مرهون إذا بقيت الأمور على ما هي عليه حاليا إلى ذلك. ولكن باعتقادي إذا وجدت ووصلت لأوكرانيا الأسلحة النوعية سنجد تغيير في المعادلة، مما يعني أن أمد الحرب سيطول ومزيد من الخسائر ستقع، وسيبقى الترهن أو رهان غامض على من سيحسم ومتى، ومتى سيجلس أو تجلس الأطراف إلى مفاوضات جادة. إلى حسم ذلك الرهان، أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من كييف الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.